ازيكم يا شباب؟ في حلقة جديدة من حلقات الوني، وبإذن الله النهاردة هنقدم لكم مواعيد المباريات لكأس الأمم الإفريقية بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية. لو انت جديد دوس اشتراك وفعل الجرس وما تنسوش بقى اللايك وكومنت، أحسن ناس في الدنيا. إن شاء الله أول مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا الساعة 4:30 العصر بتوقيت مصر، والساعة 5:30 بتوقيت السعودية. إن شاء الله المباراة التانية فريق نيجيريا وبراندي الساعة 7 بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية. والمباراة الثالثة إن شاء الله منتخب غينيا مع منتخب مدغشقر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية. شكرا ليكم، متنسوش الاشتراك بقى والكومنت واللايك بقى يا أحسن ناس في الدنيا.